الإخوة والأخوات، خلق الله عز وجل الإنسان لعبادته كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودل الله الناس عليه وعلى الحق بالآيات الكونية والآيات العقلية والآيات النفسية، فجعل في الكون آيات تدل عليه سبحانه وتعالى وتدل على الحق والهدى، وجعل في النفوس آيات تدل عليه سبحانه وتعالى وتدل على الحق والهدى، وجعل للإنسان عقلا يهتدي به ويفهم به. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.